هذه برشا كثرة الخدمة اللي يمات على دوسيات وهذا قانون وهذا عام قضية وهذا كذا. إن شاء الله ربي وفقنا باش ولو هي جامعة برنسيب الجرفة الكوتيديان من مهامها دو فلوكمون وبروموسيون مي الغالب معناها ثم شوية خلط الدراية العامة بين مهام الرابطة وما بين الجامعة. نحاول الموظفين ثم ثقافة قانونية كافية نسكن الجمعيات وراي عامة على أساس ثم حاجات من صلاحية الرابطة ثم حاجات من صلاحية الجامعة. وعلى كل حال احنا موجودين باش نساهموا باللي نقدروا في إطار ما يسمح لنا به القانون. سي وديع سؤال أخير، كيفاش ترد على مسؤولي غرومبيلي الرياضية اللي البارح حتى ما ذكروكش بالاسم قالوا لي فما شكون معناه يحب بن قردين تطلع وعامل كل شيء لزربيتر البارح؟ تفرجت انت على الماتش البارح ولا لا؟ واش قولك في التصريح اللي صار في الاحد الرياضي؟ التصريح ما شفتوش. باقى بن قردين كما جمعيات الكل الاسبوع اللي قبل هذا بالذات كانت تتظلم وعملت شكايه كما جمعيات الكل. بارفوا أربيتر تستفيد من أخطائه وبارفوا أربيتر تتضرر من أخطائه. وعلى كل حال الحكم الذي يسول له نفسه باش يعمل أخطاء في اتجاه هذا الفريق وهذا وذاك هو قاعدين ناخذوا في العقوبات الضرورية. هاك شفت معنا البارح تقريبا جمد نشاط ما بين 5 أو 6 حكام، ما بين حكام وحكام مساعدين من بين المباراة هذه والمباراة اللي سبقتها. وعلى كل حال الحكم روبة وعن مباشر ما يسد عليه حد، راه كان رد ممتع كان يتصور هو ثم مسؤول انتماء الجهة من جهات ينجم يغطي عليه على الأقل حاجة معينة ما يمشيش يتحمل مسؤوليته. والمسؤولين تاع غرومبيلي اللي اتهموا مسؤولين جامعيين ب الفافوريتيزم مع بن قردين شنو ديريكت قالوا حتى مش يرفعوا قضايا؟ سياج مرحبا يرفعوا قضايا اللي كان عندهم مع ضد شكون يرفعوها ينجم يرفعوها، وانا ما نجاوبش على تصريحات هذه ولكن انا نخدم على روحي قدر المستطاع ان شاء الله. كان ثم وما ضابيني كان عندهم المسؤولين هذا شكون دلائله مرحبا. وعلى كل حال الانسان يعذر الجمعيه اللي تبدا شو خاصه وقت تحس انها تعرضت للظلم وقت ما يسموش اسماء وما يسموش ما يدلوش بتهم مباشره ما نزيدوش احنا نساعده. وعلى كل حال نحاول نحافظ على حقوق المسؤولين.